في يوم الاثنين الموافق 16 كانون الثاني 2023 تلقينا في مجلس الأعيان في مدينة الرقة نبأ وقوع الجريمة المروعة التي استهدفت السيدة نور عبد الأحمد وطفلتها راما أحمد الزور. هذه الجريمة البشعة قياسية لم تتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق ولتأمين مسار داعم لإنزال أقصى العقوبات بالجنات، دعا زوج المغدورة المفجوع بزوجته وجنينها وطفلتها إلى اعتصام تضامني لدعوة الجهات القضائية بإنزال أقصى العقوبات بالمجرمين. هذه الدعوة استغلها البعض من ضعاف النفوس والمرتبطين بأجندات مأجورة وممن لهم غايات ومصالح مختلفة انخرطوا في صفوف المعتصمين وأخرجوا الاعتصام عن سياق هذا الهجوم وهذه الفوضى التي أحدثها هؤلاء لا تمت لأخلاق عشائرنا بصلة، كما إنها تسيء لقضية العائلة المفجوعة وأخرجت القضية عن سياقها السلمي من كونها قضية جنائية تتطلب العدالة إلى قضية اختلاق فوضى واستثمار في دم الضحية وزعزعة الاستقرار في المدينة وتعريض حياة الناس للخطر. بالمثل تابعنا محاولة البعض من الفعاليات الاجتماعية سواء بحسن نية أو بدونها لركوب موجة هذه القضية وتوتير الأجواء وتسويق نفسها كأنها تمتلك حقوق الحل والربط في مدينة الرقة دون أن تدرك إبعاد أو مخاطر ما يمكن كل مؤسسات الإدارة الذاتية ولا سيما هيئة العدالة وقوى الأمن الداخلي، وكذلك ندين بشدة العبارات والأعمال التخريبية التي هي استهداف لنا جميعا في عوائلنا وأعراضنا
ونطالب الجهات المختصة بأن لا تأخذهم رحمة أو شفقة في الجنات وإنزال أقصى العقوبات بهم، كما ندعو الجميع ولا سيما أهلنا في عشيرة الجيس إلى عدم الانجرار إلى أجندة البعض الذين يريدون استهداف الاستقرار المدني من خلال الاستثمار في دم ابنتنا وابنتهم المهدورة.